نظمت مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع شركاء التنمية بإقليم جيرا ورشة تدريبية لصالح بعض من المعلمين حول صحة الإنجاب وزواج القاصرات. إشراق عبد الله. تأتي هذه الورشة التدريبية التي نظمت لصالح القيادات بإقليم جيرا، وذلك من أجل توعية الشباب حول عدة مواضيع منها مكافحة الزواج المبكر وخطورة تناول المخدرات، وكذا تعزيز تعليم الفتيات بالمنطقة. وبهذا الخصوص أشاد مسؤول المركز الإداري آدم حامد أبكر بهذه البادرة الطيبة التي قامت بها مؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو في مساعدة الشرائح الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة. الأمين العام بإقليم جيرا جيران بيتي دينغاميو أكد بأن هذه الورشة تعمل على تأهيل وتقوية كفاءات مسؤولي السلطات التقليدية وممثلي جمعيات المجتمع المدني بإقليم، مشيرا إلى أن 80% من سن 25 من الفتيات في إقليم جيرا لم يرتدن المدارس، ويرجع كل ذلك إلى مسألة الزواج المبكر، طالبا منهم الاهتمام بالمعلومات التي يتلقونها خلال الورشة بغية العمل بها. من جانبه مسؤول مؤسسة القلب الكبير بإقليم جيرا عبد الله بين منوها بأن هذه الورشة نظمت من أجل تمكين المرأة واستقلاليتها، معبرا إلى أن الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها عدة أنشطة في مجال العمل الإنساني. وفي نهاية الحفل وزعت شهادات للمشاركين الذين قدموا من مختلف مدن إقليم جيرا. ومن العاصمة انجمنا إلى مدينة آتيا والانطلاقة الرسمية لجمعية الكفاح ضد مرض السرطان بحضور رئيسة الجمعية آدم محمد شرف الدين والتفاصيل. تواصل جمعية الكفاح ضد مرض السرطان المعروفة اختصارا باسم دوناما حملتها التوعوية والتثقيفية بخطورة هذا المرض، ومن أجل أن تصل رسالتها التوعوية والتثقيفية إلى النساء فقد تم الانطلاقة الرسمية بمدينة عاتية بحضور عدد كبير من النساء، حيث قدمت السيدة سميرة الغالي محمد كلمة حثت فيها أخواتها النساء الاهتمام بخطورة هذا المرض، وأكدت أنها ستفتح خلية مهمتها التوعية حول مسببات مرض السرطان والوقاية منه، كما قدمت لهن تاريخ الجمعية والخدمات التي قدمتها والمشاريع المستقبلية التي تقوم بها والتحديات. وقالت إن مرض السرطان يصيب غالبا النساء وهو سرطان الثدي والرحم، كما دعت أخواتها إذا ما شعرنا بهذا المرض فيجب عليهن الذهاب إلى الطبيب. حاكم إقليم البطحاء جان برنار باداري دعا النساء إلى اغتنام هذه الفرصة والمبادرة بعملية الكشف والفحوصات. هذا وقد تم تنصيب كل من عائشة حسين والدكتور علي كممثلين لخلية جمعية الكفاح ضد مرض السرطان. وإلى المندوبية الإقليمية لوادي فيرا بالتعاون مع منظمة غير حكومية للدعم الصحي والبيئي أطلقت قافلة طبية لعلاج مرض العيون بمركز الإداري أمزوير. محمد صالح النور. يعاني أكثر من السكان بالريف وبالمناطق البعيدة والمنعزلة عن المدن من أمراض العيون، ونظرا لمدى تأثير هذه الأمراض التي تصيب العيون في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، جاءت هذه الخافلة الطبية لعلاج أمراض العيون بمستشفى مركز إداري أمزوير ببادرة من المندوبية الإقليمية الصحية لوادي فيرا وبدعم مالي من مكتب الدعم الصحي والبيئي. في خطابه بهذه المناسبة المندوب الصحي بإقليم وادي فيرا الدكتور أوت آدم أوت أشاد أن اختيار مستشفى مركز إداري أمزوير لم يأتي انفراق، بل جاء نظرا للكثافة السكانية بالمنطقة، إضافة للبدو والرحل والمسافة الكبيرة مع المدن الكبرى والقرى، زيادة على ذلك الصعوبات الأخرى للتحصل على إمكانية علاج أمراض العيون. مسؤول البرامج بالمنظمة خير الحكومية باز الدكتور أحمد مالك أوضح في حديثه أن الهدف الرئيسي من هذه الخافلة الطبية لعلاج أمراض العيون يندرج في إطار النشاطات الإنسانية لمنظمته خير الحكومية التي تسعى لتقديم العلاج الكمي والنوعي للأشخاص الضعفاء
مجانا، وعليه في خلال هذه الخافلة الطبية سيتم علاج أمراض العيون وتوزيع الأدوية والنظارات المحسنة للنظر. رائد الحفل الانطلاقي محافظ محافظة بلتن عبد الرحمن عبد الكريم ممثلا لوالي الإقليم رحب ترحيبا كبيرا بهذه البادرة، مؤكدا رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة لأجل تحسين الوضع الصحي للسكان إلا أن إقليم وادي فيرة ما زال يعاني من نقص في المنشآت الصحية وعلاجات بعض الأمراض، وذلك نظرا للموقع الجغرافي وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق. ورغم ذلك إلا أنه يجب ترقية مثل هذه القوافل الطبية لعلاج أمراض العيون والأمراض الأخرى. دائما من ناحية أخرى الشركاء إلى إقامة مثل هذه القوافل بالمناطق الأخرى التابعة للإقليم. كانتون مادغو ينظم حفلا كبيرا بمناسبة عيد الحرية والديمقراطية بحضور حاكم إقليم البطحاء جان برناندا باداري إلى جانب السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية. هارون أباد. إنها تعبئة جماهيرية حاشدة غير مسبوقة في هذه المنطقة، حيث شارك حوالي 1000 من الفرسان وخيولهم، وأن هذا التلاحم الذي أظهره مناضلو ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ يعبر عن ترابطهم واهتمامهم بالقيم الأساسية للجمهورية، بالإضافة إلى مساندتهم لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، وأيضا مساندة الرئيس المؤسس للإم بي إس رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو. وبهذه المناسبة رحب شيخ كانتون ميدوغو شيغيفاد محمد موسى ساكاتا بالحضور وعرب عن عميق امتنانه لسكان الإقليم والضيوف الذين قدموا للمشاركة في هذا الحدث التاريخي الذي أعطى منطقته لونا جميلا وذكريات رائعة ستظل محفورة في نفوس أبناء كانتون ميدوغو. كما تعاقبت عدة مداخلات شملت كلمات الأمناء التنفيذيون للحركة الوطنية للإنقاذ في المجالس الفرعية بالمراكز الإدارية والمقاطعات، وتحدث أيضا الأمين الإقليمي للحركة بإقليم البطحاء، وقد سرد كل منهم الحصيلة الإيجابية للإنجازات التي حققها حزب الحركة الوطنية للإنقاذ منذ العام 1990، كما أكدوا مساندتهم وتضامنهم مع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. محافظ مقاطعة البطحاء الغربية أحمد تيجاني موسى هو الآخر أشاد بهذه التعبعة وحث المواطنين على اليقظة للحفاظ على مكتسبات الديمقراطية التي جاءت بفضل تضحيات بعض أبناء الوطن الذين ضحوا بدمائهم من أجل قضية الأمة. وتخلل الحفل تقديم برقيات شكر ومساندة للرئيس المؤسس للإم بي إس رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو. وقد انتهز سكان المنطقة هذه السانحة بتقديم توصيات إلى السلطات الإدارية بالإقليم. نطالب ببناء 2 مدرسة إعدادية في كل من برني وأليفة. نطالب ببناء 2 مركز صحي في كل من برني وأليفة ومجهز بالمعدات. نطالب ببناء العديد من السحاريج المياه في الكانتون. نطالب بإرسال عدد كافي من المعلمين ورجال الصحة. وعقب الاحتفال بعيد الحرية والديمقراطية التقى حاكم إقليم البطحاء جان برنار باداري مع أعيان كانتون ميدوغو بحضور السلطات الإدارية والمدنية والعسكرية. وإلى زيارة تفقدية لمحافظ مقاطعة شمال كانم إلى مكان الحريق الذي شب في 14 من ديسمبر الجاري في إحدى القرى التابعة للمحافظة لتفقد أحوال المتضررين من هذا الحريق. أحمد خميس. بهدف معرفة الخسائر التي سببتها الحريق في ليلة 13 من ديسمبر الجاري والذي جاء نتيجة لسبب الشاحنات القادمة من دولة النيجر، وعليه فقد قام محافظ مقاطعة شمال كانم برفقة معاونيه الإداريين بزيارة تفقدية إلى مركز إداري ريكريك. محافظ مقاطعة شمال كانم جتي صالح سوقي فقد أشار في حديثه بأن مثل هذه التصرفات يجب معاقبة الفاعلين من أجل الحفاظ على البيئة، كما أضاف بأنه سيتم محاكمة الذين قاموا بالحريق
وتقديمهم إلى العدالة. وللتذكير، فإن مثل هذا الحريق ليس الأول من نوعه تشهده المنطقة، وعليه يتطلب من السلطات الإدارية القيام بواجبها من أجل سلامة المواطنين وممتلكاتهم، كما أن هذه العملية تؤثر سلبا على المبادرات الرامية إلى الحفاظ على البيئة.